هذا ابن مدرسة الوداد الرياضي، لعب تقريبا 7 أو 8 سنوات رفقة شير السوار مع الرياضي. فرصة لإضافة الهدف الثاني، الثاني ضاع الثاني بعد تألق أيوب الكردي، يتصدى لركلة الجزاء ياسين نجيمة، يضيع ركلة الجزاء وحتى الثانية حاول من خلالها فريق شباب السوالم بعد ارتداد الكرة، حاول أن يستغل الكرة، لكن لاحظونا تصدي كان موفق من طرف الحارس أيوب الكردي، ركلة الجزاء ضايعة، ثم التسديدة أظن كانت من رضوان الكروي، مرت جانبا عن القائم الأيسر للحارس أيوب الكردي، وتبقى النتيجة هدف دون مقابل. سفين فان دين بروك والفريق العسكري يتنفسون السعداء بعد ضياع ركلة الجزاء.